Transcription at a part of the central dogma by Dr. Mona Al-Hadri. معكم أستاذ دكتور منى حلمي الحضري. معكم أستاذ دكتور منى حلمي محمود الحضري، أستاذ الوراثة والبيولوجيا الجزيئية بقسم النبات كلية علوم دمنهور، مدرب معتمد بجامعة دمنهور، مدير وباحث رئيسي لمشروع المعمل المركزي بعلوم دمنهور الممول من أكاديمية البحث العلمي مبادرة ساينس آب 2020، مستشار مشروع تأهيل طلاب علوم دمنهور لسوق العمل، المدير التنفيذي لوحدة ضمان الجودة بالكلية سابقا. الوظائف السابقة: معيد ومدرس مساعد ومدرس بمعهد الهندسة الوراثية والتكنولوجيا الحيوية مدينة السادات جامعة المنوفية. المؤهلات العلمية: درجة الدكتوراه في الهندسة الوراثية والتكنولوجيا الحيوية، وكذلك ماجستير النبات من جامعة طنطا. بيكولوريوس النبات جامعة طنطا. النصيحة الذهبية هي الرضا بما قسمه الله لك. ولدينا هرم النجاح، قمته هي تقوى الله، وأحد زواياه بر الوالدين، والزاوية الأخرى هي العمل بضمير واجتهاد وإخلاص. الجيناتكس تتضمن فروع كثيرة، منها الدراسة على مستوى الأفراد كما هو في الكلاسيكال جيناتكس التي يقدمها مندل، كذلك قد تتم الوراثة على مستوى العشائر أو البوبوليشن وتسمى بوراثة العشائر، وكذلك هناك ما يعرف بالإيفولوشنري جيناتكس أو الوراثة التطورية ورسم الشجر العائلة الفيلوجيني تريز. وهناك أيضا من فروع الوراثة هو الموليكولر بايولوجي والإي بي جيناتكس أو الوراثة الفوقية. إن شاء الله في سلسلة المحاضرات بتاعتنا دي هندرس الموليكولر بيولوجي أو الموليكولر جيناتكس أو البيولوجيا الجزيئية. عندنا سيليباس كونتنت محدد هنبتدي في الجزء بتاع الموليكولر بيولوجي بالسيل ديفيجن والار ان اي ريبليكيشن والدي ان اي بايوكيميكال ستراكشر، على أساس طبعا إن هو النيوكليك أسيد اللي منوط بالاحتفاظ بالانفورماتيف انفورميشن فور جيناتكس. هندرس الجيناتيك كود من جهة تسمية كمان الأحماض الأمينية، وكذلك تحديد نطاق القراءة أو الريدنج فريم، جينز اند نيوكليك أسيدز، الجينات والأحماض النووية، الكلاسيس اوف ار ان اي، جميع الكلاسيس بتاعه الار ان اي اللي ممكن تنتج من خلال عمليه الترانسكريبشن. هندرس كمان عمليه الترانسكريبشن والتايبس اوف ار ان اي بوليمريز، الترانسكريبشن ان بروكاريوتس، الترانسكريبشن ان يوكاريوتس، ترانسكريبشن يوزنج ار ان اي بوليمريز 1 و2 و3. هناخد السنسز والبروسيسنج للمسنجر ار ان اي والترانسليشن والبوست ترانسليشنال موديفيكيشن. ترانسكريبشن as a part of the central dogma. What is the meaning of transcription? Central dogma involves transcription and translation. As we see, the DNA is going in transcription to produce a transcript known as RNA molecule. RNA, when it is a messenger RNA, it is translated into a protein. Thus, the aim of transcription is to produce RNA molecule.
Any gene is always involving the genetic information. In fact, the two strands have the chance to work as a template. أي جين زي ما احنا عارفين بيحتوي على الجينيتك انفورميشن اللازمة لتضاعف الدي ان اي وكذلك لنسخه ثم الريبروديوس. كل شريط احنا عارفين ان الدي ان اي بيتكون من شريطين، كل شريط من الدي ان اي عنده نفس الفرصة انه يكون تمبلت، ولكن اذا كان احد الشريطين يعمل كتمبلت لعملية الترانسكريبشن فإنه هو لبرودكت معين، فهو دايما بيفضل نفس التمبلت ده لنفس الجين ده هو الذي يعمل دائما. التمبلت احنا عارفين يعني ايه التمبلت، التمبلت دي اللي بيتم نسخ ار ان ايه كومبلمنتري ليها. هل ليها اسماء تانية؟ ليها اسماء تانية زي النون كودينج ستراند، زي الانتي سنس أو النيجاتيف ستراند. طيب أمال الستراند الكومبلمنتري ليها اللي هي هيكون نفس السيكونس بتاعها هو نفس السيكونس بتاع الـ RNA باختلاف فقط إن التي هيتم استبدالها بيو، هتتسمى بالتالي إن الـ RNA يعتبر كودينج ستراند، فبالتالي اللي ليها نفس السيكونس بتاعه بتتسمى أيضا DNA كودينج ستراند، ولأنها مش تمبلت فهتتسمى النون تمبلت، ولأنها كودينج هتتسمى سنس ستراند أو سيجنال ستراند أو بوزيتيف ستراند. زي ما احنا عارفين إن أصغر وحدة نسخ بتسمى بالسيسترون. السيسترون يحتوي على الاستراكشر جين اللي في المنطقة المراد نسخها، ويسبقه البروموتور اللي هو بيقع تحت سيطرته، وينتهي بالترمينيتور. يبقى السيسترون ده أصغر وحدة نسخ، يسبق البروموتور وينتهي بالترمينيتور. النقطة اللي بتبتدي عندها الترانسكريبشن بنسميها بترانسكريبشن ستارت سايت، ودي بنعلمها بأنها بنقول عليها بوزيتيف 1. يبقى المنطقة اللي بعديها كلها بتبقى كودينج سيكونس وبالبوزيتيف، المنطقة اللي قبلها كلها بتبقى non-coding sequence وبتبقى بالنيجاتيف، عشان ده تفسير كلمة نيجاتيف اللي هنشوفها بعد كده. وزي ما احنا شايفين ان احنا عندنا هنا اتجاه تمبلت ماشي في اتجاه من 3 prime to 5 prime والتانية عندي parallel ليها. طيب مين اللي هتبقى تمبلت عندي اللي هي من 3 ل 5 لكي يسهل عمل الـ RNA polymerase عليها، والتمبلت الستراند التانية المكملة ليها هنسميها نون تمبلت أو كودينج ستراند أو سيجنال ستراند زي ما شوفنا في الشريحة اللي قبل كده. اللي من 3 ل 5 بالإضافة لإنها تمبلت هنقول عليها كمان أنتي سنس. لما بيحصل الترانسكريبشن بينتج لي RNA مولكيول زي ما احنا شايفين كده بالظبط. كمثال هنا هنشوف ان دي ان ايه كودنج ستراند اللي ماشيه في الاتجاه 5 3 2 3 2 3 برايم، تمام 5 برايم 2 3 برايم. هنلاقي دي بنسميها طبعا الكودنج ستراند. الدي ان ايه اللي ترانسكرايبد من على الستراند دي هنبقى شايفينه زي ما انتم شايفين كده مكمل ليها. طيب نيجي بقى نشوف، بما ان اللي كانت فوق دي كودينج ستراند هنلاقي المسنجر اللي طالع عليها او منسوخ منها وليه نفس السيكونس بالظبط، ماشي في نفس الاتجاه بالظبط فيما عدا ان تي بدلها يو، وممكن ما يكونش اسمه مسنجر، ممكن يكون ترانسفير او رايبوسومال ار ان اي، تمام. والار اللي عندنا ده بيوضح لنا الترانسكريبشن دايركشن رايح فين. اوف ار ان اي بلوميريز، البروكاريوت بنلاقي فيها نوع واحد من البلوميريز بيتكون من 5 سب يونتس اللي هم وحدتين الفا، وحده بيتا، وحده بيتا داش، وحده سيجما، وده بنسميه بالهولو انزيم.
ووحدة السيجما دي مهمة جدا، لأن هي اللي بتقدر تتعرف على البروموتر وتعمل الفيرست اتاشمنت للار ان اي بلوميريز with the DNA strand. لما بتعمل الاتاشمنت ده بتبدأ هي تغادر وتسيب بقية اليونتس بتاعت الانزيم الأربعة دول، فبالتالي الانزيم الهولو انزيم ده وزاوية سيجما بسميه كور انزيم. عندنا في اليوكاريوت في 3 types of RNA polymerases. RNA polymerase 1 وده بيختص بنسخ وحدات الريبوسوم 5.8 and 28 sRNA. طيب النوع الثاني اللي هو RNA polymerase 2 ده بيعمل ترانسكريبشن للبروتين كودينج جينز، يعني ده اللي بينسخ المسنجر RNA أو بينسخ الجزيئات الانفورميشنال، ده بالإضافة لأنه كمان يتمكن من نسخ السمول نيوكلار RNA اللي هي قلنا عليها قبل كده اليوريدين ريتش، بس من أول الجزيء واحد لحد الجزيء خمسة، لكن ستة بيتم بنسخه ببوليمريز آخر. ودول زي ما احنا قلنا قبل كده بيعملوا كرايبوزومز أثناء السبلايسنج. النوع الثالث من الـ RNA polymerase هو الـ RNA polymerase 3. It transcribes the genes encodes transfer RNA. It transcribes the genes encode transfer RNA, uridine 6 and 5S ribosomal RNA. الترانسكريبشن في البروكاريوتس لازم تبتدي سواء في البروكاريوت أو في اليوكاريوت، لازم تبتدي من حتة اسمها Transcription Start Site. تمام؟ Transcription Start Site دي لازم تكون Reach NAT. ليه؟ لأن الرابطة اللي بينهم بتكون رابطة Double Hydrogen Bond، بالتالي هي رابطة أضعف من اللي ما بين الG والC، فيسهل فكها أثناء عشان نعمل العروة أو اللوب الخاص بالترانسكريبشن أثناء عملية النسخ. الـ sites of transcription بقى المكان نفسه يعني فين؟ بالنسبة للبروكاريوت بتتم في السيتوبلازم، وبيتميز الجزيء الـ RNA الناتج إن مفهوش أي انترون، وطبعاً بتبتدي من عند consensus sequence أو conservative sequence، بمعنى إنها sequence محافظة نلاقيها في جميع الكائنات البروكاريوتس زي بعض. هناخد الترانسكريبشن اوف، نتناول اولا الترانسكريبشن اوف مسنجر ار ان اي ان بروكاريوت. طبعا احنا قلنا ان في منطقه اسمها البروموتور قبل الترانسكريبشن ستارت سايت اللي هو يبدو على الجانب الايمن ومكتوب تحتيه بلس 1. ده الترانسكريبشن ستارت سايت، ونلاحظ هنا ان هو طبعا بيكون غني بأول حاجة فيه الايه بالاتي ريتش. تمام، يصدق الترانسكريبشن ستارت سايت منطقة بتكون حوالي 60 نيوكليتيدة يقع فيها البروموتر، واحنا قلنا المنطقة اللي قبل ترانسكريبشن ستارت سايت هتبقى دايما ايه بالماينس، فنلاقي فيه عندنا ماينس 35 سيكونس وبوكس تاني عند ماينس 10 سيكونس. طبعا دي بالماينس قلنا لانها نون كودنج ريجن، وبتبقى الارقام الكبيره هي اللي في الاول، وبعدين كل ما ندخل على الترانسكريبشن ستارت سايت الرقم ايه يظهر. بيكون ما بين ال 35 الماينس 35 والماينس 10 حوالي من 16 ل 18 بيس بير، وبعد كده من الماينس 10 لحد الترانسكريبشن ستارت سايت من حوالي 5 ل 8 بيس بير. طيب ايه السيكونس بتاعت كل واحد فيهم؟ والسيكونس دي لازم بكون عارفاها. السيكونس هنا تيجا ك بالنسبه للماينس 35، بالنسبه للماينس 10 بتكون تاتا ات. اوكي، ودي زي ما قلنا انها كونسنسس سيكونس. وهنا المعروضه دي كونسنسس سيكونس اوف ستريشيا كولاي بروموتر، بتبقى في الاغلب والاعم هي واحده ما بين الكائنات الحية اللي بتندرج تحت البروكاريوت.
أو متماثلة في الكائنات الحية اللي بتندرج تحت البروكاريوت. Non-coding area is transcribed before the coding sequence is reached. These non-coding sequences are called leader sequences. يعني قبل ما نوصل للمنطقة الكودينج سيكونس بقى، قبل ما نوصل لها بتكون في منطقة بيتم نسخها بتكون non-coding، بنسميها بالإيه؟ بالليدر سيكونس. A non-coding sequence is transcribed after the transcription of the coding region. This region is termed trailer sequence. Trailer sequence. يبقى قبل الكودينج في منطقة اسمها non-coding اسمها leader، وبعد الكودينج في منطقة برضو non-coding بنسميها trailer. The unwinding area should be kept too small as possible, about 12 to 17 nucleotides. بمعنى ان المنطقه بقى اللي هتتفك من الدي ان ايه عشان يبتدي الار ان ايه يعمل ترانسكريبشن بتكون حوالي من 12 ل 17 نوكليوتيد، بيحتفظ بيها الدي ان ايه صغيره على قدر الامكان. ليه؟ علشان الفتحه دي لما بتتفتح او اللوب دي لما بتتفتح بيحصل شد على جانبي الدي ان ايه اللي احنا بنسميه السوبر كويلينج، وده مهدد للدي ان ايه، وبالتالي بيحتفظ بيها صغيره جدا على قدر الامكان من 12 ل 17 نيوكليتيدا الى ان ينتهي بالنسخ هذه المنطقه. تبتدي الار ان ايه في المنطقه دي يخرج لبره ويفضل طرفه بس الاخير اللي عند 3 هو اللي مثبت بالداخل ليتم اكمال البناء عليه، وتنقفل المنطقه دي وتنفتح المنطقة المجاورة لها. طبعا واضح من الرسمة اللي قصادنا دي احنا بنقول ان عملية الترانسكريبشن زي ما احنا متعودين دايما بنقول اي بروسيس بتحصل ليها initiation, elongation, termination. فاحنا هنا عندنا في مرحلة الانيشيشن زي ما احنا شايفين الهولو انزيم متجمع بوحداته الخمسة اللي اتكلمنا عليها ومسك ما بين التو بوكسز اللي هو ماينس 35 وماينس 10 اللي قبل الترانسكريبشن ستارت سايت، غطى في الحدود 60 نيوكليتيدا في المنطقة دي ولسه الدي ان ايه مقفول زي ما هو. فالشكل الاولاني ده بنسميه ايه؟ closed promoter complex. بعد كده closed promoter complex تبتدي القصة تتقدم فيه ويحدث ان ينفتح لوب كده او جزء ما بينهم، والفتحة بتحدث من عند الماينس 10 بوكس لان احنا قلنا ان هو ET reach، ويبتدي البلوميريز ال RNA بلوميريز يتقدم، كل ما يتقدم يفك حتة من ال DNA اللي في حدود 12 ل 17 نيوكليتيدا زي ما اتكلمنا، بيبتديهم بالماينس 10 اللي هيبقى فيه زي ما قلنا كمان منطقة non-coding اسمها leader sequence، تمام؟ وبعد ما يتمها تبتدي الفقاعة بتاعة النسخ دي تمتد أكتر. وطبعا الشكل اللي احنا شايفينه الشكل التاني ده اللي هو عبارة عن الدبل DNA strands ومفتوحة من منطقة والهولو انزيم ماسك فيها بنسميه open promoter complex. طيب كده تمت مرحلة الانيشيشن لما تم تكون اول الايه ال RNA، تمام، وانفتحت اللوب بتاعت التناسخ دي، تمام، وبيبتدي الفقاعة دي تتقدم. نلاحظ بعد كده في الرسمة الثالثة ان الهولو انزيم ما بقاش هولو انزيم، ده بقى كور انزيم لان تركته الوحدة سيجما وابتدت هي تروح تدور على اربع وحدات تانيين تبتدي معاهم عملية النسخ اكنها هي العين بتاعت الانزيم اللي بتقوده توديه هيشتغل فين، وتسيب الكور انزيم يكمل زي ما احنا شايفين في الرسمة الثالثة. بعد مرحلة الانيشيشن بيبتدي تبقى ندخل في مرحلة الإلونجيشن اللي هي الاستطالة اللي يتم فيها إضافة النيوكليتايدز واحدة تلو الأخرى لحد ما تنتهي الكودينج سيكونس كلها ويبتدي يوصل لمنطقة الإي النهاية علشان يدخل مرحلة الترمينيشن.
طيب مرحلة التيرمينيشن دي هو بيدركها ازاي او how to be recognized اول ما يوصل لحاجة اسمها البالندروميك سيكونس او رو بروتين. يبقى احنا عندنا هنا التيرمينيشن بتحصل بتو ميكانيزمز، البالندروميك سيكونس والايه والرو بروتين. ايه البالندروميك سيكونس دي؟ عبارة عن سيكونس موجودة على الدي ان ايه، الترانسكريبت بتاعها يمكنه ان يعمل كومبلمنتاريتي ويز ايتش اذر، تمام، يزدوج مع نفسه ويعمل حاجة اسمها ستيم لوب ستراكشر او هير بين لوب. هير بين لوب يعني دبوس الشعر او البنسة بتاعة الشعر زي اللي مرسومة كده. نلاقي هنا زي ما انتوا شايفين العنق بتاع البالندروميك دي كومبلمنتري تو ايتش اذر، تمام، وفي انتفاخ كده فوق وبعدين الايه الامتداد اللي موجود تحت ده وانها بيكون يوريدين ريتش، تمام. طيب هو ايه بقى قصه هيربن ستراكشر ده؟ هيربن ستراكشر او قصه دبوس الشعر دي انه بيعمل زي العقده لما يجي الار ان اي بلوميريز عايز يتقدم كمان في عمليه الترانسكريبشن بروسيس ما يعرفش ليه، لانه بيقابل المنطقه دي فبيبتدي ايه يقفل عمليه الترانسكريبشن، تمام، لانها كمان بمثابه ايه سيجنال، ويبتدي يعمل ران اوف ايه اللي هم 5 لـ10 ايه نيوكليوتايد. كمان ممكن يكون الميكانيزم الثاني الرو بروتين اللي هو عباره عن بروتين بيسبب ديستربنس للاتاشمنت بتاع الانزيم مع الدي ان ايه، وبالتالي يحصل ايه يفك الانزيم من على الدي ان ايه وتفك الار ان ايه ترانسكريبت من الدي ان ايه. شايفين هنا اول رسمه بتمثل عمليه الايه الايلونجيشن، بعد كده الرسمه الثانيه بتمثل عمليه الايه الترمينيشن لما عمل بقى الهيربن لوب ستراكشر ده، تمام، وبعد كده الايه المرحله الثالثه بتمثل إضافة اللي هي الران أوف إيه اللي إحنا شايفينها صدى عبارة عن ران أوف يو، لأن هي الإيه موجودة في الدي إن إيه لكن اليو طبعا بتبقى في المسنجر آر إن إيه كومبلمنتري ليها. ترانسكريبشن إن يو كاريوت، اليو كاريوت زي ما إحنا عارفين نعيد تاني نقول إن هي فيها 3 مواد وراثية. الثري جيناتيك ماتيريال دول واحده موجوده جوه انكلوز ان ذا نيوكليس ودي تتبع الايوكاريوتس في على شكل كروموسومز. طيب في بقى دي ان ايه تاني موجود جوه الاورجانيلز زي قلنا البلاستيدا والميتوكوندريا وده هيتبع البروكاريوتس. طب احنا دلوقتي بنتكلم بقى على اللي هو النيوكلر، النيوكلر جيناتيك ماتيريال او النيوكلر جينوم او الكروموسومز. هنلاقي هنا السايتس اوف ترانسكريبشن هيكون فين؟ هيكون داخل النواة inside the nucleus. نلاقي هنا ان هو برضو السايت اوف ترانسكريبشن اتي ريتش، ايضا يبدا من عند consensus sequence او conservative sequence موجود جوه السيتوبلازم وتبتدي تنتقل بعد كده في البروسيسنج، سوري موجود داخل النواة وتبتدي بعد كده تنتقل الى الايه السيتوبلازم. contain انترون، هنا بقى في اليوكاريوت لازم يكون في انترون. more complex than in prokaryote، معقده اكتر. has no palindromic sequence التيرمينيشن يعني سواء الانيشيشن معقده سواء الايلونج التيرمينيشن ايضا معقده لانها مش بالندروميك ولا رو. ار ان اي بلوميريز في اليوكاريوت ار 3 نلاقيهم ار ان اي بلوميريز 1 وار ان اي بلوميريز 2 وار ان اي بلوميريز 3 زي ما شرحنا قبل كده، وقلنا ان المسنجر ار ان اي بيتم نسخه بالبلوميريز 2. بالنسبه للاورجانيل جينز زي الميتوكوندريا او البلاستيد ار ترانسكرايبد اند ترانسليتد انسايد ذا اورجانيل، يعني سواء ترانسكريبشن او ترانسليشن هتحصل جوه الاورجانيل زي البروكاريوت بالظبط. انيشيشن اوف ترانسكريبشن ان ايوكاريوت بتتم بواسطة الـ RNA polymerase 2 اللي سبق وعرفنا إن هو مسؤول عن الترانسكريبشن الخاص بالمسنجر RNA بالإضافة للـ uridine rich molecules من أول الـ U1 لحد الـ U5.
طيب المكان بتاع الترانسكريبشن بيكون فين؟ في اليوكاريز، قلنا داخل النواة. ايه بقى اللي هو محتاجها علشان الار ان اي بوليميريز عشان يتم الموضوع او الترانسكريبشن عشان يتم؟ بنلاقي محتاج يكون موجود ار ان اي بوليميريز 2 بلس الكونسنسس سيكونس اللي موجوده جوه البروموتر بلس الاي تي اف اللي هي الانيشيشن ترانسكريبشنال فاكتورز. طب السبيسيفيك سيكونس اللي جوه البروموتر دي كام نوع؟ دول نوعين، اما انها سيكونس انسايد ذا بروموتر اللي هم البروكسيمال ريجيلاتوري سيكونس، او اوت سايد ذا بروموتر اللي هي الديستال ريجيلاتوري سيكونس. نتكلم النهارده على السيكونس انسايد ذا بروموتر او اللي هي البروكسيمال ريجيلاتوري سيكونس. جينز ذات هاف داتا بوكس ات minus 25 upstream transcriptional start site، دول بتكون اللي يعني هنا بقى موجودة في minus 25، تمام؟ مش لا minus 10 ولا minus 35 زي ما كنا بنقول قبل كده. upstream معناها قبل الكودينج سيكونس أو قبل الترانسكريبشن start site. بتكون السيكونس بتاعتها ايه؟ 5 برايم تاتا A أو T، A أو T 3 برايم. RNA polymerase 2 بيقدر إن هو يتعرف على التاتا ويرتبط بيها من خلال بلاتفورم بتتكون من الترانسكريبشن فاكتورز 2 اللي احنا اتكلمنا عليه. ترانسكريبشن فاكتورز بنقول عليها 2 لأن احنا الإنزيم اللي شغال عندنا اسمه بوليميريز 2، أوكي؟ طيب الترانسكريبشن فاكتورز دي بتدخل على الترتيب عشان تكون بلاتفورم او ديسك لايك كده، حاجه شبه الديسك، يبتدي الايه البوليميريز هو كمان يمسك فيها ويشتغل في الترانسكريبشن بتاعه الدي ان ايه. بتدخل على الترتيب، لابد بنذكرها بالترتيب، اللي هم ايه؟ تي اف 2 دي، تي اف 2 اي، تي اف 2 بي، تي اف 2 اف، تي اف 2 اي، تي اف 2H TF2J، وبتدخل على هذا النحو وهذا الترتيب D وبعدين الـ A والـ B وبعدين الـ F وبعد الـ F الـ E وبعدين الـ H وبعدين الـ J. زي ما شايفين قصادنا الرسم قصادنا بيوضح دخولهم بالترتيب زي ما ذكرنا علشان يكونوا البلاتفورم ويهيئوا الريجون دي ليتم ان البلوميريز يعمل ايه، البلوميريز 2 يعمل بايندنج فيها ويبتدي عمليه الترانسكريبشن. كل ده ابستريم ذا ترانسكريبشن ستارت سايت. طيب بالنسبه للجينز ذات لاك داتا بوكس بات هاف الترناتيف انيشيشن سيكونس، في بعض الجينات بقى بتفتقد التاتا بوكس ده لكن بيكون متعوضة ببديل للسيكونس دي. These sequences located somewhere but still inside the promoter، بتقع في مكان ما بقى مش محدد لها رقم لكن لازالت جوه البروموتر. أحيانا في جينز لك either data or alternative initiation sequence، فدي الجينز دي بيحصل لها transcription معدل بطيء جدا low level. However these genes are characterized with the presence of GC reach، بتكون غنية بالجي سي وده بيفسر اللو expression level الخاص بيها. بتقع من 100 to 200 upstream the transcription start site but inside the promoter، يعني هي بتقع من 100 ل 200 قبل ال transcription start site لكن لازالت أيضا بداخل البروموتر. في عندنا بقى بعض البروموتر ليها بيكون فيها specific sequence بنسميها بالكات بوكس بعد البروموتر. دي sequence found upstream بتكون موجودة في حدود minus 200 to minus 500 before data initiation or GC rich sequence. يعني هنا ممكن بقى ما تكونش لاك تاتا، يا يعني اما هنا في تاتا او الالترناتيف مثلا او الجي سي، ونلاقي الايه السيكونس دي اللي معروفه بالكات بوكس. ليها كونسنسس سيكونس او كونسرفاتيف سيكونس، تتابعات محافظه 5 برايم سي اي اي اي
T3 prime, which has its own transcription factor that binds with it. ليها transcription factor خاصة بيها بترتبط بيها. كل اللي فات ده كنا بنتكلم فيه إن هي السيكونس كانت inside the promoter أو البروكسيمال سيكونس. طب إيه السيكونس أو سايد بروموتر أو الديستال ريجولاتوري سيكونس؟ طبعا باين من اسمها إنها إيه؟ ريجولاتوري، مش بس إنها ديستال لكن كمان ريجولاتوري. It describes a sequence which locate outside the promoter far from the coding region. هنلاقيها بتقع في مكان بعيد عن الكودنج ريجون، عشان كده جه اسمها انها ديستال. There are two types of it. بتتقسم بقى نوعين، انهانسر وسايلنسر. انهانسر باين من اسمها انها هتعمل ايه؟ استيميوليشن. سايلنسر باين من اسمها انها هتعمل ايه؟ انهيبيشن. They could cause up or down regulation. الانهانسر دي ريجوليت او افكت ترانسكريبشن ليفل ده ثرو اب ريجوليشن، هتعمل اب ريجوليشن، بينما السايلنسر هتعمل ريدكشن او سبريشن للايه؟ للريجوليشن. كل من الانهانسر والسايلنسر بيشتغلوا بغض النظر عن الاورينتيشن علشان خاطر يتم انتاج بروتين to do a function complex to be available affect transcription factor complex that is formed with the promoter. يعني ايه؟ هتكون بروتين معين، البروتين ده هيعمل complex مع البروموتر عشان يعمل enhancer او silencer. Termination of transcription in eukaryotes بيتم ايه؟ هنا بقى مفيش لا palindromic ولا signal، لكن بيحصل بعض الديسوسيشن للقاعدة اللي احنا اتفقنا عليها بتاعت الترانسكريبشن فاكتور. ده من شأنه انه يسبب ديستابلايزيشن، عدم اتزان وعدم توازن للكومبلكس اللي بتاع الانيشيشن او بتاع الترانسكريبشن لما البلوماريز كان ماسك في الدي ان ايه، فتسبب ان البلوماريز ما يقدرش يبقى ايه بايندد بالدي ان ايه، وبالتالي ريليس اوت وتنتهي عملية الترانسكريبشن. كل اللي فات ده كان الانيشيشن اوف ترانسكريبشن بالبروماريز A2. طيب اللي جاي عندنا بقى هو الانيشيشن اوف ترانسكريبشن بالار ان اي بلوماريز 1 و3. طبعا دول بيحتاجوا سبيسيفيك بروموتور سيكونس اند ترانسكريبشن فاكتور تو بيجان ترانسكريبشن. الترانسكريبشن فاكتور هنا هنسميها ايه؟ لو هو بلوماريز 1 هنسميها ترانسكريبشن فاكتور 1، لو هو بلوماريز 3 هنسميها ترانسكريبشن فاكتور 3. الترانسكريبشن فاكتور سبيسيفيك فور ار ان اي بلوماريز عباره عن از ريفرد از ترانسكريبشن فاكتور 1 اور ترانسكريبشن انيشيشن فاكتور 1. بالنسبه للترانسكريبشن فاكتور سبيسيفيك فور ار ان اي بلوماريز 3 are referred as initiation factor 3، وبتكون ثلاث انواع A و B و C زي ما هنشوف في بعد كده. بالنسبة للترانسكريبشن using RNA polymerase 1، انزيم البلوميريز 1 قلنا انه هيحتاج ترانسكريبشن فاكتور اللي هي عبارة عن TF1. طب البلوميريز 1 بيعمل ترانسكريبشن لإيه؟ لوحدات الريبوسوم اللي هي 18 و 5 و 8 و 28 اس في الايوكاريوت، تمام؟ طيب نلاقي هنا ان تي اي اف مع البلوميريز 1 الار ان اي بلوميريز 1 بيعملوا بايندينج فين؟ مع بعض على البروموتر. البروموتر ده ليه مكانين، واحد اسمه كور سيكونس، والكور سيكونس هنا اوفرلاب ذا ترانسكريبشن ستارت سايت، وزي ما واضح عندنا في الرسمة الثالثة، تمام كده؟ وبنلاقي هنا إن هو بيعمل أوفرلاب مع الكور سيكونس، وكمان بيرتبط في مكان تاني عند 100 نيوكليتيدا أب ستريم في منطقة بنسميها بالإيه؟ internal regulatory sequence أو الـ internal control sequence، تمام؟ بنلاقيه بيعمل ارتباط في المنطقة دي وبيبتدي يستأنف عملية الـ transcription. طيب أمال هو بقى بينهيها فين؟ وطبعا هنا
ان الانترانسكرايبد سبيسر دي ان ايه دي، او المناطق اللي هي دي ان ايه سبيسر دي لا يتم ايه نسخها. طبعا احنا زي ما واضح من الرسمه ان هم موجودين في ذا سيم سيسترون تحت قياده نفس الايه البروموتور، على اساس ان هم زي ما احنا قلنا قبل كده انهم بيكونوا موجودين في كلاستر على الايه الكروموسوم، وايتش كلاستر من دول او كل كلاستر من دول بيكون معروف بالنيوكيولر اورجانيزر ريجون اللي بنجدها في نهايه الايه الكروموسوم. وكل نيوكيولس contains large loop of DNA corresponding للايه للجين كلاستر ده. واحنا طبعا نذكر تاني ان احنا هنا البلوميريز والترانسكريبشن فاكتور بترتبط بايه بالكور سيكونس اللي هي اوفرلاب ترانسكريبشن ستارت سايت، وبترتبط كمان بالابستريم كنترولر سيكونس اور اليمنتس اللي بتقع 100 نيوكليتيدا ابستريم ترانسكريبشن ستارت سايت. طيب بينهيها امتى؟ زي ما قلنا ان هو لما بيوصل عبارة عن 18 نيوكليتيدا بيعتبرهم كسيجنال، لأن ليهم consensus sequence بيكونوا located 600 downstream of the end of the gene، يعني بعد ما الجين بينتهي بحوالي 600 نيوكليتيدا بيقابل سيجنال مكونة من 18 نيوكليتيدا اللي هي الخاصة بالإيه بالنهاية، وتكون consensus sequence أو conservative sequence. Description using RNA polymerase 3. Polymerase 3 is involved in transcription of genes encoding the 5S ribosomal subunit اللي كانت بقى فاضلة ما اتعملتش بالإيه بالبلوميريز 1، وترانسفير RNA والسمول نيوكلر RNA يوريدين سي يوريدين 6 اللي احنا قلنا ان هو برضو ما تعملش بالايه بالبلوميريز 2. اوكي، ترانسكريبشن انيشيشن نيدز ترانسكريبشن فاكتور 3 اللي هم اي و سي، تمام، اي لحد سي، يعني اي وبي وسي. بالنسبه لل 5S ribosomal RNA genes نلاقي هنا ان ترانسكريبشن فاكتور A و C مع البلوميريز 3 يبتدوا يشوفوا فين الـ A بوكس والـ C بوكس اللي هما دول بيعتبروا الـ A البروموتور، والـ A والـ C بوكس في حالة الـ 5S ribosomal RNA موجودين فين بقى؟ موجودين داون ستريم انسايد ذا كودينج ريجون، يعني موجودين جوه الكودينج ريجون. البوكسز دي لوكيتد في اول 100 نيوكليتيدا داون ستريم ترانسكريبشن ستارت سايت، الاي بوكس اب ستريم ذا سي بوكس، يعني هنقابل هنا الاي بوكس قبل الاي السي بوكس. ده بيوضح هنا موضع الاي والسي بوكس بعد الترانسكريبشن ستارت سايت اللي مكتوب عندها بلاس 1، تمام، وبتوضح هنا ال TF3 وهم بايند ويز ار ان اي بلوميريز بالمنطقه بتاعه الاي والسي بوكسز علشان اللي واقعين في اول 100 نيوكليتيدا علشان يبتدوا عمليه الايه الترانسكريبشن. طيب التيرمينيشن بتحصل ازاي؟ اول ما يبتدي البلوميريز يوصل سيكونس عبارة عن small run of A sequence موجود بعد الكودينج sequence مباشرة. Transfer RNA genes transcription ده برضو زي بيحصل بي أيضا يحدث من خلال ال RNA polymerase 3. بيحتاج ال transcription factor 2 bind with the transfer with the polymerase transcription factor 3 bind with the RNA polymerase 3 بيرتبطوا بال B بوكس وال A بوكس اللي هم المفروض دول خاصين بال A بالبروموتور.
دول بيكونوا موجودين ابستريم، الاي بوكس بيكون موجود ابستريم البي، لكن لازالوا موجودين داخل الاي الكودينج سيكونس. في اول 100 نيوكليوتيد داون ستريم. بالتالي بنلاقي هنا الجينز اللي انكودنج للترانسفير ار ان اي او للفايف اس ريبوسومال ار ان اي، البروموتر سيكونس بتكون موجوده داخل ايه الكودنج سيكونس في بتاعه الجين في اول 100 نيوكليوتيد. بالتالي الاول 100 نيوكليوتيد دي دول بيتسموا بالانترنال كنترول ريجون او الاي سي ار. خلال عملية الانيشيشن بنلاقي الـ RNA polymerase 3 interact with CPOX، but APOX لا يزال إن هو important. بالنسبة بقى للـ termination signal بتكون بالنسبة زي ما قلنا بالضبط للـ 5S، هنلاقي برضو بالنسبة للـ transfer RNA إن termination signal دي بتكون موجودة مباشرة بعد الـ end of coding sequence على صورة small run of A. فين هنا في الرسم إن الـ A والـ B box واقعين في أول 100 نيوكليوتيدا downstream بعد الـ plus 1 start transcription start site داخل الـ internal control region. الـ RNA polymerase bind with it transcription factor 3 لأن ده الـ RNA polymerase 3 فbind with it transcriptional factors 3 واللي هما بيتفاعلوا مع الـ B box، لكن لازال الـ A box مهم. أخدنا كده إحنا الـ processing senses والـ processing الـ transfer RNA والـ ribosomal RNA. فدلوقتي في زي ما واضح قصادنا الـ processing of messenger RNA in eukaryotes، هو بيبتدي قلنا الـ senses بتاع الـ messenger RNA في صورة pre-molecule بيكون immature لازم undergo modification. undergo modification اللي هي بتكون ثلاثة مميزين عبارة عن الـ 5 prime end of the messenger RNA اللي بيتم تحويرها من خلال أو تعديلها من خلال إضافة الكابينج، و 3 prime end of the pre-messenger RNA بيحصل لها modification في اليوكاريوت من خلال الـ adding up to لحوالي 250 nucleotide A run اللي بنسميها بالبولي أدلانيليشن، والاتنين دول فايدتهم إن هما بيحموا الأطراف بتاعة الماسنجر RNA لأنه طبعاً سينجل ستريند بيقعد فترة طويلة في السيتوبلازم، فبيتم حمايتها من الإكزونيوكليزس بواسطة الايه الـ 5 إند برايم إند و 3 برايم إند موديفيكيشن. التالت بقى عندنا اللي هو السبلايسنج، ده عبارة عن عملية بيحصل فيها لين ريموفال للإنترون اللي هي الإنترونز دي اللي هي النون كودينج ريجون أوف ذا دي إن إيه، بيكون حصل لها ترانسكريبشن للمسنجر ار ان اي لكن هي في النهايه don't code for any amino acid، فبالتالي لابد من انها يحصل لها اكسجن في عمليه الايه السبلايسنج دي. وعمليه السبلايسنج دي اللي بتتسبب بعد كده ان احنا يطلع لنا heterogeneous population of messenger RNA. Splicing in details بنلاقي ان هو happens inside the nucleus علشان يتم تكوين تكون continuous coding sequence، تبقى كل السيكونس بتاعت الماسنجر ار ان اي كلها continuous بيتم الشفر ليها، لان زي ما احنا عرفنا ان دي ان اي في مناطق كودنج ونون كودنج وكلهم بيحصل لهم ترانسكريبشن في البري ماسنجر ار ان اي، وبالتالي هنحتاج نتخلص منهم علشان البري ماسنجر ار ان اي ده يتحول لماتيور. طب ايه هي السيجنال اوف سبلايسنج اللي اول ما يلاقيها الرايبوزومز اللي هي الجسيمات اللي هتقص المناطق بتاع الانترون دي تبتدي تشتغل؟ نلاقي السيجنال اوف سبلايسنج عندي 5 اند سبلايسنج سيجنال والبرانش بوينت سيجنال و3 برايم اند سبلايسنج سيجنال. تمام، ال 5 اند سبلايسنج سيجنال دي ليها كونسنسس سيكونس عباره عن 5 برايم اي جي جي تي
AA star GT 3 برايم. الستار دي الستار دي اللي هيحصل عندها ايه الكسر، والجي تي دول بيكونوا النيوكليوتايدز، الجي تي دول بيكونوا عبارة عن الفيرست 2 نيوكليوتايدز في الطرف 5 برايم اوف ذا انترون، لان الانترونز عندي دايما starts with G and ends with G. طيب بالنسبة للبرانش سيجنال بوينت دي الكونسنسس بتاعتها عبارة عن 5 برايم كيوراي سي يو ار اي واي، حيث ان الار دي بتساوي اي بيورين والواي تساوي اي بايريميدين. دول الكيوراي دي بتقع في حوالي 10 ل 40 ابستريم تو ذا 3 اند سبلايسنج سيجنال. يعني السبلايسنج سيجنال هنا اللي عند 3 اند دول بتقع في المنطقة من 10 ل 40 ابستريم قبلها بالقدر ده. في عندي بقى كمان ال 3 برايم اند اوف سبلايسنج سيجنال، تمام. دي ليها كونسنسس عبارة عن 6 واي يعني 6 بايريميدين، وبعدين ان يعني اي نوكليتيدا، وبعدين سي، وبعدين الستار يعني هيحصل كسر عندها، وبعدين A G 3 prime. Where the intron are always ends with 5 A G 3 prime. طيب الميكانيزم بقى بتاع القصة دي هيحدث ازاي؟ نشوف كده الميكانيزم اللي هيحدث، لأن 3 signals دول عندنا مهمين. زي ما احنا شايفين هنا عندنا النون تمبلت دي ان ايه او الكودنج ستراند، عليها السيجنالز اللي اتكلمنا عليها بتاعه الفايف اند سيجنال والكيوراي والثري اند سبلايسنج سيجنال موجودين عندها. الكودنج ستراند نفس السيكونس بتاعها هو نفس السيكونس بتاع البري ماسنجر ار ان ايه. هنلاقي هنا ايه اللي هيحصل بقى بالنسبه للميكانيزم، ان الاو اتش جروب اللي موجوده على الكربون اتوم نمبر 2 اوف ذا ادينين هيحصل بتاع الادينين بتاع ايه البرانش بوينت سيجنال، هتعمل اتاكينج للفوسفودايستر بوند اللي موجوده بيفور الجي سترايك نيوكليوتايد اللي هي بتاعه ال5 برايم سبلايسنج سيجنال، وتبتدي تكسرها وتكون unusual phosphodiester bond بين مين وبين مين بين الـ A اللي هي هجمتها الـ OH بتاعتها دي وبين الـ G. طبعا دي unusual bond عشان تكون tailed loop structure. بعد كده الphosphodiester bond اللي هي بعد الـ G nucleotide اللي هي last nucleotide of the 3 splicing signal الايه اللي هي اخر نيوكليتيدا بقى موجوده في السيجنال اللي عند الطرف 3، يحصل لها ايه از بروكينج. لما تنكسر يحصل ليبريشن او تحرر او تنفصل التيلد لوب ستراكشر اللي اتكونت، وبالتالي نلاقي هنا تو اكزونز ار بروت توجذر. الاكزون اللي هو الاول ابتدى يتجمع عليه الاكزون تاني ويتلحموا بواسطة الايه اللايجيز بعد ما حصل اكسيجن للانترون، تمام. الكاتاليسيس بتاعت السبلايسنج هنا بتحدث بايه او ايه اللي بيساعدها؟ السنارفس زي ما قلنا اللي هم من اول اليوريدين 1 و2 و4 و5 و6، any one of them is composed طبعا زي ما احنا عارفين من الريبونيوكليك اسيد binded to a protein and each one is bind with the splicing sequence. كل واحد فيهم بقى يبتدي يرتبط بالسبلايسنج سيكونس by one molecule of snRNA اللي هو قلنا يوريدين ريتش، بحيث ان اليو 4 واليو 6 are found يعني متجاورين طوال الوقت، وحتى احنا دايما تلاقينا بنكتبهم جنب بعض. واليو 1 رايبو نيوكليك بروتين بايند لل5 برايم سبلايسنج سيجنال، والسنارب يوريدين 2 بايند تو ذا برانش بوينت،
بينما اليو 5 واليو 4 6 بيحصل ايه بقى؟ انهم هيلب في ايه؟ هيلب في الفولدنج بتاع البري ماسنجر ار ان اي في بالفورم اللي احنا شايفينها، اللي بتخلي التو اكزون فورم اللي احنا شايفينها على جنب دي تحت، بحيث ان هي بتخلي التو اكزونز يجوا جنب بعض، ولما يتقطع الانترون يتقطع بينهم هما الاثنين، ويبتدي يحصل جوينينج للايه؟ للاكزونز دي مع بعضيها. قلنا ان الميكانيزم اوف سبلايسنج اوف ار ان اي بيستخدم في السبلايسوسومز. السبلايسوسومز دي اللي نوهنا على انها كومبلكس من البري ماسنجر ار ان اي، اللي بيحصل ان ويتش انترون ار لوبد اوت اند ذا اكزون ار بروت توجذر. يعني نلاقي ان هنا الانترون بقت لوبد اوت، عامله زي اللوب كده، طلعت بره كده زي الفقاعه زي اللوب، بينما الاكزنز جت ايه جنب بعضيها بمساعدة السنارب U1 و2 و5 و4 و6. وقلنا ان U1 بايند لل5 برايم سيجنال والU2 بايند للبرانش بوينت سيجنال. السبلايسوسوم is involved in almost of the pre messenger RNA transcribed in protein coding genes. والرايبوزوم كمان، الرايبوزومز دي بنلاقيها ايضا شفناها في الار ان اي بروسيس، الرايبوسوم الار ان اي بروسيسنج قبل كده، تمام؟ يعني هما بيكونوا بمثابه ايه؟ زي مقصات تبتدي تقص المنطقه النانكو الكابنج. زي ما واضح هنا قلنا احنا الكابنج ده عباره عن السكند موديفيكيشن اللي بيحصل للمسنجر ار ان اي البري مولكيول اللي تم عمله في الترانسكريبشن في اليوكاريوت. بنلاقي الاول بيدخل الايه الفوسفاتيز انزيم، طالما دخل فوسفاتيز انزيم هيبقى بيطلع مجموعه ايه فوسفات في وجود الرانيز 3. هنلاقي هنا ابتدى تبقى الفايف برايم إيه عندها مجموعتين فوسفات، وبعد كده اول نيوكليتيدا يدخل جوه نيلايل ترانسفيريز انزيم والجي تي بي تطلع. يحصل ايه بقى طالما دخل الجي تي بي؟ تبتدي هنا ال 5 برايم تبقى 5 برايم بي بي. بعدين يحصل هنا ان الميسايل ترانسفيريز انزيم يدخل والاس ادينوسايل ميسونين، وتبتدي هنا يديني 5 برايم 7 ميسايل جوانوسين البري ماسنجر ار ان اي مولكيول، وبكده بيكون حصل الكابنج للبري ماسنجر ار ان اي. ثم بالتفصيل اضافه ازاي اول نيوكليتيد، واحنا طبعا عرفنا اهميته في حمايه الطرف الخمسه من الماسنجر ار ان اي، وكمان ان الرايبوزوم بيستخدمه كلاند مارك ريكوجنايز بي هيبتدي منين الايه الترانسكريبشن. زي ما احنا شايفين هنا اول نيوكليتيد اللي هي 7 ميثايل جوانوسين دي اللي تم اضافتها. 7 ميثايل يعني هي في الموقع رقم 7 كربونه رقم 7 تم اضافه مجموعه ميثايل ليها. تبتدي تدخل على الفيرست نيوكليتايد اللي موجوده في البري ماسنجر ار ان اي اللي هي الايه الادينين اللي موجوده اللي احنا شايفينها دي، وتعمل معاها رابطه انيوجوال 5 برايم تو 5 برايم فوسفات بريدج لينكج. And frequently by also طبعا اول ما هتعمل ايه الرابطه دي بيكون في نفس الوقت زي ما قلنا الميثايليشن حاصله على ذره، بقى في نفس الوقت الميثايليشن يحدث على ذره الكربون رقم 2 في نفس النيوكليتيدا اللي هي الادينين اللي هي اول نيوكليتيدا في البري ماسنجر ار ان اي. يبقى احنا دلوقتي عرفنا ان اول نيوكليتيدا في المسنجر ار ان اي البري هيتم ميثايليشن لذره الكربون رقم 2 فيها، بالاضافه ان هترتبط بيها قاعده جوانوسين، تمام؟ ما حصل لها ميثايليشن هي كمان في ذره النيتروجين رقم 7 اللي احنا شايفينها دي، تمام؟ ومن خلال
ربطة unusual 5 prime to 5 prime phosphate bridge. نتكلم هنا عن 3 end modification أو البولي أدينيليشن. طبعا احنا عارفين ان ده ليه أثر في حماية طرف الـ A المسنجر RNA. This poly A tail could be up to 250 لحد 250 أدينين زي ما في المامالز كده، أو حوالي 70 ل 90 بولي A tail زي ما في اليست، أو من 15 ل 40 زي اللي في الاستريشيا كولاي مسنجر RNA. المسنجر RNA encoding for histone protein has no coding A tail. ده مثال مثلا اللي عندنا المسنجر اللي بيعمل كودنج للهيستون بروتين ما عندوش A tail. يعني دي variation بين الكائنات الحية، في عندها 250، في عندها 70 ل 90، في عندها 15 ل 40، في عندها ما في عندها اللي هو اللي بيكود للهيستون بروتين ما فيهوش اصلا A tail. طيب البولي ادينيليشن سيجنال دي عبارة عن ايه؟ بولي ادينيليشن سيجنال عندي السيجنال الأولانية اللي هي 5 برايم AA U A A A 3، وعندي السيجنال الثانية اللي هي ال YA سيجنال وير Y بتساوي البايريميدين، ودي بتقع خلال من 12 ل 20 نيوكليتيدا داون ستريم اوف ذا بولي ادينيليشن سيجنال. يعني بتقع على مسافة من 12 ل 20 من الA من السيجنال اللي قبلها. الجي يو ريتش سيجنال از لوكيتد فيرذر مور داون ستريم اللي هي الايه السيجنال الثالثه. البولي ادينيليشن هنا بيبقى انيشيت بالاديشن اوف بولي اي تيل ات اني سايت، بيحصل اديشن للاي بقى في اي مكان من 11 ل 20 نيوكليتيدا داون ستريم البولي ادينيليشن سيجنال اللي هي اول سيجنال قبلتنا. بعد كده الـ initiation of poly adenylation involves بقى بيتم بيبقى involved many protein factor اللي هم من شأنهم يعملوا recognition للـ poly adenylation signal دي ويرتبط. الكو فاكتورز البروتين كو فاكتورز اللي بتساعد دي السي بي اس اف اللي هو الكليفج بولي ادينيليشن سبيسيفيستي فاكتور، والسي اس تي اف اللي هي الكليفج ستيميوليشن فاكتور، والباب او البولي اي بلوميريز انزيم، والبي الباب 2 اللي هو البولي بايندينج بروتين 2. والرسم هنا طبعا موضح عندنا 3 سيجنال اللي اتكلمنا عليهم، سواء اللي هي البولي ادينيليشن سيجنال او الواي اي سيجنال او الاي الجي سي ريتش سيجنال. تمام، وموضحه هنا اللي ادي كودنج ستراند، وجايب عندنا الاي البري ماسنجر ار ان اي مولكيول، وعارض السيجنال زي ما احنا وضحنا قبل كده. عندنا هنا بيوضح 3 سيجنال اللي موجوده على الكودنج ستراند او على البري ماسنجر ار ان اي، وبيوضح ان البروتينز اللي هي بتعمل ريكوجنيشن للسيجنالز اللي عليه كل بروتين بيدخل فين بالظبط علشان يؤدي في النهايه الى اضافه الاي الاي تيل عند الطرف. ماسنجر ار ان اي النسخ اللي بتتكون بتتنسخ منه ده بيحدد الكمية بتاعة البروتين اللي هيتم إنتاجه بواسطة الماسنجر RNA. بنلاقي في البكتيريا إن الهاف لايف للماسنجر RNA حوالي عدد قليل من الدقائق، يعني وقت قليل جدا، لكن في الإيوكاريوت ممكن يوصل لحد 6 ساعات اللايف تايم فترة مكوثه. لذلك كان واجب بقى الكابينج والبولي ادينيليشن علشان حمايته من الاكزونيوكليزس اللي موجود. النيتف بروسيسنج الخاصه بالبري ماسنجر ار ان اي او الابنورمال كيسز، هنلاقي عندنا في الترناتيف سبلايسنج، الترناتيف بولي ادينيليشن سيجنال، وار ان اي اديتنج. الالترناتيف سبلايسنج، في الالترناتيف سبلايسنج ده بيكون سبيسيفيك للانترنال اكزونز
اللي من خلالها ممكن انها تتشال او اكسست او تستبعد اكوردنج للسبلايسنج الترناتيف في اي بروجرام في اي خليه. عندنا الالترناتيف فولي ادينيليشن سيجنال بيحصل في الترناتيف فيرجن اوف ابستريم اكزون، دي بقى اللي هم الابستريم اكزون، هم دول اللي ايه اللي ممكن يتشالوا. يعني احنا شايفين هنا الالترناتيف سبلايسنج او اللي هو ده بنقول عليه ان هو اب نورمال كيس، بيحصل هنا سبلايسنج مين لاكزونز مش انترون. تمام. بالنسبه للالترناتيف فولي ادينيليشن سيجنال بنقول هنا هو الالترناتيف فيرجن اوف ابستريم اكزونز مايت بي ورك از فولي ادينيليشن سيجنال ريزالتنج ان ايه بقى، in excluding the following exons، اي exons بقى موجوده بعد كده او ظاهره بتسمى بالexon skipping. تمام. ده thereby truncated protein، يعني هيبقى بقى هينتج عندي truncated protein او بروتين قصير، لان هيستخدم فيها poly adenylation signal قبل الفيرجن اللي موجوده، قبل الفيرجن الطبيعيه او السيجنال الطبيعيه اللي كانت تبقى موجوده، يعني استخدم فيها سيجنال ثانيه قبل السيجنال الاساسيه. بوست الترناتيف سبلايسنج اند بولي ادينيليشن سيجنال ريزلت ان بروتين ريليتد تو ايتش اذر، يعني سواء الاثنين دول حصلوا اللي هو اللي اتكلمنا عليه الالترناتيف سبلايسنج او الالترناتيف فولي ادينيليشن، هينتج عنهم بروتين ريليتد لبعضه لكن ليه ديفرنت كاركترستيك حسب الاكزونز وفانكشن. طبعا ليه ديفرنت كاركترز وفانكشنز على حسب ايه الاكزونز اللي تم حذفها او اللي حصل لها سكيبنج. الالترناتيف سبلايسنج للبري ماسنجر ار ان اي كمثال، مثلا للترانسكريبشن اللي بتحدث للامينو جلوبولين جين اللي بينتج عنه بروتين عنده يمتلك او لا يمتلك هيدروفوبيك امينو اسيد اللي هي الامينو اسيد المحبه للمية اللي ممكن انها ترتبط بالسيلولار ميمبرين، ولو ما كانش عندها يبقى مش ممكن ترتبط بالسيلولار ميمبرين، بالتالي هو دلوقتي يقدر ينتج يا اما بروتينات انها ترتبط بالسيلولار بالسيلولار ميمبرين او انها تبقى سيكريتد بروتين. تمام. كمان النوعين دول من الالترناتيف سبلايسنج ممكن يحدث في نفس نوع الخلايا بدون سبب معروف، كمان ممكن انهم يحدثوا في انواع مختلفه من الخلايا، ونلاقي كمان ان هما الاثنين ممكن يحدثوا في نفس نوع الخلايا لكن في different developmental stages، يعني يحدثوا في نفس النوع لكن في different developmental stages، يحدثوا او ما يحدثوش او يحدث بعضهم او يحدثوا بعض التحوير. يعني احنا هنشوف كده في الرسم اللي قصادنا اهو، بالنسبه للايه حصل سكيبنج مثلا للاكزون رقم 2 وممكن يحدث سكيبنج للاكزون رقم 1، فبالتالي هينتج لي بروتين مختلف لكن ليه علاقه ببعضه وليه صفات كاركترز وفانكشنز متشابهه بعض الشيء لكن هتبقى ديفرنت في اشياء اخرى. في عندي رقم بي نشوف كده ان هو حصل ايه، اول واحد عمل سكيبنج للايه للبولي ايه السيجنال الاولانيه وكمل لحد الثانيه، هنا الثانيه في بي بس رقم 2 حصل ايه استخدم الاشاره الاولى وبالتالي عمل ترانكيتد بروتين وهكذا. ده بقى كله من شأنه ان هو ايه يغير في البروتينات الناتجة. وضحنا الالترناتيف فولي ادينيليشن سيجنال اللي هو بنسميه الاكزون سكيبنج.
ار ان ايه اديتنج، ممكن يحصل ار ان ايه اديتنج ده ازاي؟ ممكن يحدث من خلال insertion of bases، يعني هتحدث اضافه للبيزس، او تحدث deletion لبعض النوكليوتيدز، او يحدث substitution للبعض الاخر. insertion of bases it is firstly round in transcriptions of mitochondrial genes. اول ما عرفوا كان في الميتوكوندريال جينز اوف باراسيتيك يوني سيلولار اورجانيزمز، لما وجدوا ان اليو ريزيديو ار فاوند انسرتد، لقوها انسرتد او محشوره في الايه الترانسكريبت، بحيث انها زودت البروبابيليتي بتاعه الستوب كود. تمام، بالنسبه للديليشن بتاع النيوكليوتيد مفهوم ان هتبقى النيوكليوتيدا تم حذفها. السبستيتيوشن ان هيومن، السبستيتيوشن بيكون غالبا السي بتتبدل باليو في الترانسكريبت، زي مثال ليها الابو لايبوبروتين بي جين اللي موجود في خلايا الامعاء. النتيجه بينتج منه probability او احتماليه اكتر لنشاه الستوب كودون، وبالتالي shortened بروتين. كمان في الليفر سيل نلاقي ال RNA editing never observed، ما لاحظوهاش ابدا في الايه في الليفر سيلز. ولقوا الفول لينث بروتين دايما هي اللي بتتكون، او ديليشن للبريماسنجر ار ان اي اديتنج ميكانيزم، بيحدث ان سمول ار ان اي مولكيول كولد جايد ار ان اي او جي ار ان اي بيروح جاي مقرب كده للايه للبريماسنجر ار ان اي، وبيعتبر الجايد ار ان اي نفسه ده اكنه تمبلت، يحصل سينسز عليها للحته اللي هي مستوجبه ان يحصل لها اديتنج في الماسنجر ار ان اي مولكيول من خلال complementary base pairing. زي ما احنا شايفين ادي في الستيب 1 قرب الجزيء الجي ار ان اي للبري ماسنجر ار ان اي، وابتدى يتعامل عليه نسخه مطابقه للتعديل اللي هيتم، وابتدى يتقطع هنا الجزء اللي المفروض excluded، ويتلحم مكانه باللايجيزز الجزء اللي حصل له editing. ودي كانت فتحه كبيرة جدا في الـ personalizing medicine in cancer treatment. Goodbye and see you again, Dr. Mona Hadri.